لا ينبغي أن يقال بأن ستر فاطمة قد كشف صلوات الله وسلامه عليها، ستر زينب قد كشف سلام الله عليه وسلام الله عليها، أو مثلا الحسين صلوات الله وسلامه عليه بقي عاريا مجردا. كلا وألف كلا، ليس هنالك رواية تدل على هذه المضامين على الإطلاق. وإن شاء الله أتعرض في ليلة من الليالي وأستوعب ذلك إن شاء الله مفصلة وتتم فيه الإفاضة بإذن الله. فإذا لابد أن يكون خطابنا الديني خطاب يتلائم مع في الواقع الذهن المعاصر، يتلائم مع الذهن العصري. طيب بعض الأمور نحن لا نستطيع أن نبت بها، ليس من الضروري أن نعرف كنهها. ندري أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه جاء لدفن الأجساد، لكن بأي نحو تم ذلك هذا علمه عند الله. هذا في الواقع لابد أن نوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم ثابت في رواياتنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء من الكوفة إلى كربلاء، ممكن أن يكون قطع المسافة على الخيل، ممكن، وممكن أن يكون ذلك في الواقع بالوسائل الطبيعية والعادية.